15 صنف النهارده حقق معاك انتاجيه. هدفنا ان احنا نبتدي نصدر، بس ما لو مفيش تصدير انا كده كده بعامل الزرع حتى كأن انا هصدر. احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه علشان نزود في الانتاج التصنيع الزراعي؟ محتاجين حاجات كتير، زي مثلا ان انا محتاج مكن حديث، تكنولوجيا جديده. كل صنف ليه نسبه سكريات معينه. صنف بلام ده مسكر، صنف بيجي بدري في السوق، يعتبر اول صنف بيشتغل. الدوله بتحاول ان هي تساعد المستثمر ان هو يتوسع. هو معظم استخدام او استهلاك اصناف البرقوق بمختلف انواعها استهلاك فريش. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.